ذكرنا من الخطط اللي يعني قد تحتاجها قد لا تحتاجها بحسب طبيعة مشروعك وتعقيد مشروعك، خطة لإدارة سميناها الإعدادات أو التهيئة أو التفاصيل، اللي هي مثل ما ذكرنا بشكل أساسي تركز على كيف ومن. دائما طبعا لما أقول خطة مثل ما ذكرنا يعني كيف ومن، فكيف ومن سوف نعمل على تحديث وثائق المشروع بشكل مستمر. وثائق المشروع لها اسم آخر أحيانا نسميها Project Artifacts. Artifacts يعني آثار، فالوثائق هي آثار من آثار المشروع، تمام. وبالتالي أحتاج مثل ما ذكرنا لخطة لتأكد من تحديث هذه الوثائق باستمرار، خاصة لما يصير في تعديلات على المنتج، تعديلات على إعدادات المنتج أو الكونفيجريشنز حق المنتج، تمام. فبالتالي عند أي وجود أي تغيير على المنتج يجب أن يتم تحديث جميع الوثائق ذات الصلة، الريكوايرمنتس والخطط وما إلى ذلك الذي يتعلق بكل ذلك يجب أن يتم تحديثه. وهذا عادة ما يتم عن طريق Document Control System، نظام لضبط الوثائق، تمام. هذا النظام عادة يمكنك من إنشاء الوثائق وتخزينها في مكان يعني مركزي centralized ومراجعتها revised وأرشفتها، ويكون عندي في authorization levels في مستوى سماحيات معين، ما أسمح لكل الأشخاص، مثلا كل شخص له مستوى سماحيات معينة للتعديل على هذه الوثائق، ونستخدم فيها تسميات مثلا يعني لها سكيم معين أو لها أسلوب معين، تبدأ بمثلا بحرف X بعدين رقم فيرجن بعدين كذا عشان يكون مفهوم إذا كيف يتم تسمية هذه الوثائق، ولها مثلا يعني خطة مثلا عندما يتم الوصول إلى الريليس معين، مثلا أصدرنا أو طلع الإصدار الأول، يعني كيف يتم توثيق هذا الإصدار، بحيث إذا دائما أي زيادة أو كل ما سوينا إضافات للمنتج، فهذا في الأجايل زي ما أنتم عارفين في إنكريمنتس، فكل إنكريمنت يجب أن يتم توثيقها وإضافتها لي يعني الإنكريمنت السابقة أو المنتج السابق، بحيث دائما يكون عندي، عشان كذا يسموها أرتيفاكتس، يعني في تتبع أثر للمنتج كيف يتم بناؤه، من إصدار أول إصدار ثاني إصدار ثالث إصدار رابع وكذا. فبإمكاني أني أتتبع دائما كل هذه الإصدارات عن طريق هذه الوثائق، وهذه هي خطة مثل ما ذكرنا الـ Configuration Management Plan. خطة أخرى أيضا مهمة اللي هي Change Management Plan، طبعا هذه مهمة وين؟ مهمة في الإدارة التقليدية، زي ما أنتم عارفين في الإدارة التقليدية نحن نكره التغيير ونحاول أن نمنع التغيير إلا يعني إذا كان تغيير ضروري جدا، لذلك يجب أن أضع خطة، هذه الخطة تحدد كيف أتعامل مع التغيير وكيف أتعامل مع طلبات التغيير، سميها Change Management Plan. طبعا هذه في الأجايل ما لها داعي، لأنه في الأجايل نحن نرحب بالتغيير، في أي لحظة حب البرودكت أونر يغير ما عندنا مشكلة، تمام. لكن في الإدارة التقليدية لا، يجب أن نضع قواعد أو خطة كيف نتعامل مع التغييرات، تمام. هذه الخطة تحدد مثلا من يحق له التقدم بطلب تغيير، طبعا القاعدة العامة، الآن نتكلم بشكل عام، أي ستيك هولدر يحق له أن يتقدم بطلب تغيير، لكن أحيانا في بعض المشاريع لا، أحصر هذا الأمر على مثلا أقول والله فقط البروجكت أونر، فقط مالك المشروع هو الذي يحق له أن يتقدم بطلب تغيير، أو فقط الأشخاص اللي في الإدارة العليا مثلا اللي يحق لهم التقدم بطلب تغيير، أو فقط العميل مثلا، تمام. فإذا هذه الخطة عموما تحدد من يحق له طلب التغيير. ثانيا، ما هو تعريف التغيير أو ما الذي يمثل تغيير، لأنه يعني في أشياء لا تعتبر تغيير، والله إذا قال لك مثلا يعني بس غير لي لون هذا المنتج من أخضر إلى أصفر، هل هذا يعتبر تغيير؟ ما له تقريبا أي أثر، لا على تكلفة ولا على زمن ولا على أي شيء، بس غير لون أخضر أصفر، هذا ربما لا يعتبر تغيير. فيجب أن نعرف ما الذي يعتبر تغيير، قل والله أي مثلا طلب له تكلفة مثلا تتجاوز كذا أو يحتاج إلى زمن يتجاوز كذا يعتبر تغيير مثلا على سبيل المثال، ويتم التعامل معه كطلب تغيير وفق إجراءات التغيير المتفق عليها على سبيل المثال، تمام. وبالتالي إذن ما هي الخطوات التي نتعامل أو التي يجب أن يمر بها طلب التغيير، وهذه لنا رجع لها يعني بشكل مفصل. أقول إذن ما هي خطوات، الآن إذا جاءني طلب تغيير ما هي العملية، كيف أتعامل مع طلب التغيير، تمام. ف
فإذا في خطوات سوف نذكرها إن شاء الله لاحقا بشكل مفصل. أقول والله أخذ هذا الطلب وأدرس أثر التغيير وأسوي توصية، وهذه التوصية تروح للجنة ضبط التغيير التي تجتمع مثلا كل يوم سبت تدرس هذا التغيير وتشوف التوصية تبعي، وربما يصير فيه نقاش وكذا، وبعدين يصير فيه رفض أو يصير فيه موافقة على هذا التغيير، ويترتب على ذلك أيضا ربما خطوات أخرى. فهذا أيضا يعني تشير إليه خطة إدارة التغيير، ما هي هذه الخطوات. وبالتالي مثل ما ذكرنا كيف تتم الموافقة على طلب التغيير أو كيف يتم رفضه وما الذي يترتب على ذلك، وكيف أيضا سوف يتم مراقبة والتأكد من يعني تطبيق هذه الطلبات. إذا تمت الموافقة عليها يجب أن نتأكد أنه فعلا تم يعني تحقيقها، ويجب أن يتم متابعة ذلك، تمام. فكل هذه الأمور تذكر وين؟ في خطة إدارة التغيير. مرة أخرى، خطة إدارة التغيير يعني من وكيف، يعني كيف سوف نتعامل مع طلبات التغيير، ومن سوف يعني يتعامل مع هذه الطلبات، وكيف سوف يتم ذلك، وما هي الخطوات وما هي العملية. فهذه أيضا أحدى الخطط التي يمكن أيضا أن نحتاجها في إدارة المشروع. طبعا في الإدارة التقليدية، في إدارة الأجايل لا نحتاجها، تمام. طيب خطة أخرى أيضا ذكرناها Compliance Management Plan، خطة إدارة الامتثال. فمشروعي مثلا في الدولة الفلانية أو في قواعد بيئية معينة، قواعد قانونية معينة يجب أن يمتثل لها المشروع من ناحية مثلا نسبة المخلفات، من ناحية الصحة، السلام المهنية، إلى آخره، قوانين إلى آخره، يجب أن يكون هناك امتثال. فإذا هذه الخطة تحدد ما هي الأهداف ومتطلبات الامتثال التي يجب أن نمتثل بها في المشروع. هذا الامتثال مثل ما ذكرنا يمكن أن يكون مع هيئات حكومية أو مع قواعد تنظيمية في المؤسسة احنا عندنا في الشركة policies، أو مع متطلبات جودة، أو مع مخاطر مثلا صحة وسلامة مهنية مثل ما ذكرنا في المشروع. وبالتالي إذا ما هي الكاتيجوريز، ما هي أنواع الامتثال التي يجب أن يحققها العمل في المشروع، ما هي التهديدات ربما على الامتثال، في مخاطر تتعلق بعدم الامتثال إذا لم نمتثل لهذه القواعد، ما التهديدات التي تترتب على ذلك، وإذا ما هي الconsequences أو ماذا ينتج عن ذلك إذا لم نمتثل، ماذا يترتب على ذلك، وما هي الطريقة التي سوف نستخدمها، ومن مسؤول عن تحقيق الامتثال، وكيف يتابع ذلك، وإلى آخره. فإذا الأبروتش، الطريقة اللي حنستخدمها لكي نحقق ونتأكد من الامتثال في المشروع. فهذه أيضا خطة اسمها